تعال اقول لك، لو انت زي بتحب يبقى يكون عندك اعداد كتير وتقدر تجمع عليها الداتا، ايه احسن حل تستخدمهم فيهم؟ نبدا بيهم واحد واحد. بالنسبه للهارد اتش دي دي، فالراك اللي طبعا كلنا عارفينه والناس كلها بتشتري وهو الراك ده، بس انا جربته ما عجبنيش بصراحه. تعال بقى نشوف الراك التاني. الراك التاني وهو ياتي بمنظر شفاف جميل ويكون فيها توصيله كمان تايب سي من تايب سي اليو اس بي 3، وطبعا لو شلنا البتاع دي، بس انا بصراحه ما بحبش اشيلها، بالنسبه لي هي كده شكلها حلو. وممكن كمان تخلي التوصيله من تايب سي لتايب سي وهيبدا ينقل معاك بشكل اسرع. تمام، تبدا توصل سرعه النقل فيه بالراك ده وهي بتوصل ل 27 24 ميجا بير سكند، وده انا بالنسبه لي معدل النقل كويس. تمام، بالنسبه للهارد ده فهو برضه تستخدم معاه نفس الراك ده، ولكن طبعا في راك اللي كلنا عارفينه وهو الراك ده. بالنسبه للراك ده طبعا استخدامه بيكون مينلي في اللابتوبات القديمه، وهنستخدمه ازاي ده في حلقه ثانيه، خليك متابع معايا. تمام، طب لو انت معاك الهارد ال 3.5 اللي اتكلمنا عليه في المره اللي فاتت اللي هو ده، يبقى ساعتها هتجيب له الهارد ده، والهارد ده زي ما قلنا لازم يكون ليه باور سبلاي خارجي، وبيجي هنا وبيكون بقوه 12 فولت زي اللي بيطلعهم الباور سبلاي بالظبط. طب لو انت بقى غني يا باشا ومعاك فلوس وجايب لي هارد انت ايه وعايز تحطه في راك، ساعتها هنجيب الهارد الراك ده. الراك ده بيكون بثمن 800 جنيه، لان انت طبعا جايب له هارد ب 3000 جنيه، هنجيب له راك بكام؟ بس يكون صراحه بيبقى اداؤه اسرع كتير في النقل، وبيكون في منه تايب سي تايب سي وتايب سي يو اس بي 3. اتمنى ان انا اكون ساعدتك، ولو استفدت لازم تعمل فولو ولايك. سلام عليكم.